مشاهدي ومتابعي قناة شوف الواقع تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتابعوا كيف كتشوفوا مباشرة على قناة شوف الواقع تي في، تخريب شباك اوتوماتيكي ديال احد الابناك هنا بمدينة الدار البيضاء. يعني هذا ما يسمى بقمة الهمجية وقمة الحقارة، انك تخرب مثل هذا الشباك الاوتوماتيكي اللي كيحتاجوه الناس باش يسحبوا الاموال ديالهم باش يقضيو الاغراض ديالهم. الانسان غادي يوقف هنا باش ياخذ الفلوس ديالو يمشي يشري الدواء ولا يمشي شي حاجه، كيلقى هذا الشباك مخرب بحال هكا. من يتحمل المسؤوليه؟ شكون خرب هذا الشباك؟ يجب حقيقه الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اي القيام بمثل هذه الاعمال اللي كتسيء سواء للناس اللي غادي يجيو ياخذوا الاموال ديالهم من هنا، وكتسيء حتى الصوره ديال الانسان المغربي. يعني حشومه وعيب وعار اللي قام بهذا العمل، يجب الضرب يعني من الناحيه القانونيه يجب ان تكون العقوبه صارمه وصارمه جدا. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، بارطاجيو باش توصل المسؤولين وباش يتعاقب من تورط في هذا العمل الاجرامي الدنيء. شكرا مره اخرى مشاهدينا الكرام، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.